مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب تغيير في حالة الطقس ابتداء من ليلة اليوم بحول الله على المناطق الغربية لغاية منطقة الصورة والمناطق الوسطى. إذن تحذر من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على المناطق الغربية، كذلك بمنطقة بشار. هذه الأمطار الرعدية ستلتحق تدريجيا نحو السواحل الوسطى، تبقى سماء قليلة السحب نحو المرتفعات الوسطى الشرقية بعد السحب العابرة أيضا قبل أصول الاضطراب الجوي نحو السواحل الشرقية. للإشارة، الرياح ستكون قوية نسبيا على السواحل الوسطى تقارب 50 كيلومتر في ساعة، وتكون قوية أكثر نحو شمال الصحراء والصورة. ستعمل على نشاط الكثير من الزوابع الرملية. إذن الأمطار ستخص أيضا مناطق الجنوب الغربي، ستكون أكثر حدة وأكثر غزارة نحو منطقة الصورة. تبقى أجواء مشمسة بالصحراء الوسطى وشبه رعدية بأقصى الجنوب لغاية مرتفعات الهجار والتصيدي بعد السحب العابرة نحو منطقة الواحد. الحرارة خلال ليلة اليوم 8 درجات فقط بالبيض، 17 درجة بوهران والعاصمة، 18 بعنبة، 13 درجة ببتنة، 19 درجة ببشار، تقارب 17 فقط بتندوف، 24 درجة بمرتفعات الهجار والتصيدي، 26 درجة بإنصالح، وترتفع إلى 30 درجة بأقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى ستعرف تراجع نحو المناطق الغربية، بينما تكون مرتفعة قبل أصول الاضطراب الجوي نحو المناطق الشرقية. إذن في حدود 16 درجة فقط منتظرة بالبيض، 17 بتيارة، 23 درجة بوهران، 22 درجة بالعاصمة، 24 درجة بكل من تلمسان، تيزي وزو وباتنا، ترتفع إلى 28 درجة بسكيكدا وعنبة، لن تتعدى 18 درجة فقط بمدينة بشار، ترتفع إلى 34 درجة بتندوف، 30 درجة بالصحراء الوسطى، ترتفع إلى 41 درجة بإليزي بإنجزام أيضا، و43 درجة ستكون كعلى مقياس ببرج باجي مختار. فيما يخص البحر، خلال يوم الغد سيكون قليل الاضطراب إلى مضطرب على كل سواحل. الرياح من ضعيفة إلى معتدلة تأتينا غربية تماما إلى شمالية غربية نحو سواحل الغربية وشمالية غربية نحو سواحل الشرقية. بالنسبة لبعض عواصم قارة آسيا يوم الغد بحول الله، أجواء مشمسة ببكين مع 32 درجة، نفس الأجواء بطوكيو مع 28 درجة، كذلك بنيودلهي 34 درجة، داكا 35 درجة، أمطار رعدية مرتقبة بهونغ كونغ مع 31 درجة، نفس الأجواء بمانيلا 31 درجة، 29 درجة مع دائما أمطار رعدية ببونكوك، بعض الأمطار الخفيفة بسنغافورة مع 30 درجة، كذلك بكولومبو نفس الأجواء مع 28 درجة. وأخيرا زخات من الأمطار الرعدية ستميز مدينة جاكرتا ب 33 درجة. وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و 42 دقيقة، والغروب على الساعة 6 مساء و 33 دقيقة. مشاهدينا، أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.